أكثر الأسباب اللي تؤدي لهجرة شبابنا، أول سبب هي البطالة، ثاني سبب باعتبار أنه نحن هلا عايشين بحرب أكثر من 6-7 سنوات. في عنا كمان أنه بتصير حالات خطف واختيالات، فكتير شباب يعني بيسافروا خوفا على أنفسهم فرضا. طالب الجهات المعنية مثلا بفرص عمل أكثر لشبابنا، أو بزيادة الراتب باعتبار نحن عايشين بأزمة اقتصادية، عايشين بحرب، يعني لازم أكثر شيء راتب الشاب يكون فوق 400 أو 500 ألف. طبعا أولا الحرب، ثانيا يعني أمشي بسيارتي أروح على عمودة يقول لي الطيارة مسيرة، أولادي خافوا يطلعوا من البيت، يعني ما بقى تقدر تأمن حالك وأنت قاعد بين فراشك بين الحرب. ومن جهة ثانية يعني المواد الاقتصادية طارت، ما عاد يشترى شيء، اليوم الزيت صار ب 30 و50، يعني ايش قد بدك تشتري ايش بدك تعيش؟ بده يطلع لبرا، يعني بدهم اللي زبطوا وضعهم ليعيشوا، يعني هاي كمان مو عيشه يعني. وايش الحلول يعني بدهم تعيشوا، يعني اللي زبطون وضعهم بدهم فرص عمل، بدهم اي شيء، بدهم كل شيء بالحياه هاي في سوريا. هون ما في لا امل لا خبز لا مازوت لا غاز. تبي خورت خورت فقيرتي بدرن في لك قول دارك خد إلى المعيشة قرانة مصروفنا ما تهرا وعندك برج سير بقدمينن، يعني دوامي إداري بقر المعلق وحبكي سبق بقول يغل دولة تكين عمي يقش بقر خاني كلا خاني أصدو بيجي دولار يتشلون الرب يتشلون الرب يبرب أم بيرن الكهربية آب معيشة مدرسة جبر ولود الرب ما كذا أخذ هلو الرب. سبب هجرة الشباب إنه يعني قلة معيشة، قلة وظائف، حروب، يعني شفنا الحرب هجرت كثير من العالم، هاجرت اليوم هجرة الشباب نتيجة اليوم نتيجة الحروب، قلة المعيشة، قلة الوظائف، عدم تأمين يعني المصروف. أولا السبب الرئيسي هو البطالة، يعني بطالة، يعني هلق مثلا الشباب حاليا عم بتعاني من البطالة، بطالة 100% حاليا بالشدادي. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى هالشباب تهاجر. وثانيا يعني نقول غير بطالة أسباب الحرب، يعني صارنا اليوم يعني مرت على المناطق حروب كثيرة، مثلا الشدادي من 2000 من عام 2013 لعام 2016 عانت معاناة كبيرة أثناء سيطرة داعش ولا أثناء سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة. فبقى الشباب يعني حتى نفسياتهم صارت تحت الصفر، وزاد عليهم الأمر أنه صارت بطالة. فالسبب الرئيسي أدى إلى هجرة الشباب. فالمطلوب من المسؤولين والقائمين في شمال وشرق سوريا تحسين الوضع المعيشي أولا، وفتح مشاريع لتوفير فرص عمل للشباب، لرفع المعنويات عندهم، يعني للحد من البطالة.